مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده
فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون.
ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا،
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ
إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لأواه حليم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج کی جو تلاوت ہے اس میں بطور خاص سورہ ہود کی جو تلاوت کی گئی ہے، یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اکثر و بیشتر آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے اور آپ کے ساتھ سفر میں بھی ہوتے تھے، مشورے بھی ہوتے تھے، انہوں نے ایک بار آپ کو اپنے سامنے بیٹھے غور سے دیکھا، بڑے غور سے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں. تو یہی عرض کر دی، اللہ کے رسول، اراک شبتا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، یہ ہے قابل غور ہم سب کے لیے. آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی اور دوسری صورتیں جن میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور واقعی یہ صورت اگر ہم پڑھیں تو پتہ یہی چلتا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اصلاح کی طرف جاتے ہیں، اپنے آپ کو ریفارم کرتے رہتے ہیں، ریفائن کرتے رہتے ہیں، ریفارمر بن جاتے ہیں، لیکن دوسرے ہیں جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، نہیں مانتے کوئی بات. تو سورہ ہود میں ان دونوں کیریکٹرز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول ہوں، کتابیں نازل ہوں، رسول بھلائی چاہتا ہو اپنی قوم کی، دن رات ایک کر کے ان کو بھلی باتیں بڑے اچھے اخلاق اور کردار سے ان کے سامنے واضح کرتا ہو، مگر لوگ اثر ہی نہ لیں. نہیں جی، ٹرینڈی آج کل کا ایسا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ یہ کوئی باتیں آج کے ماننے کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ نوح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے بڑے اچھے طریقے سے، نرمی سے، محبت سے، دن کو، رات ہو، محفلیں ہوں، اکیلا کوئی بندہ ہو، کوئی جگہ نہیں تھی جو انہوں نے چھوڑی ہو، 950 سال تک وہ بچوں لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم ڈھیٹ تھی. اس ڈھیٹ پر میں اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی متاثر تھا، وہ بھی اپنے والد کی باتوں سے متاثر نہیں ہو سکا. وہ معاشرے کے وہ گندے لوگ جو کہ معاشرے کو بگاڑ رہے تھے، ان سے زیادہ متاثر تھا. وہ اپنے والد کی صحبت میں نہیں اٹتا تھا کہ والد صاحب پرانے بزرگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں، عرصہ سے یہ باتیں سنتا چلا آ رہا ہوں، کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. تو یہ ذہن تھا اس بچے کا. ایسا بگاڑ آیا، ایسا بگاڑ آیا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور اپنے ماننے والے چند مسلمانوں کو کشتی میں ڈالا تو ساتھ ہی سامنے کھڑے بچے کو کہا، بیٹا تم بھی آ جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ. مگر وہ کہتا ہے، نہیں میں نہیں آ سکتا بیٹا، پانی آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ دیکھ رہا ہے کہ زمین اپنا پانی نکال رہی ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آسمان پہ بادل گھنے ہیں اور خوب برس رہے ہیں. والد سمجھا رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھ رہا. جواب یہی دیا، سآوی الی جبل، یہ پہاڑ ہے نا، میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، کیا کرے گی کہ پانی کیا کرے گا، بچاؤ کے راستے ہیں. مگر ڈھیٹ پن ایسا ہے، ضد ایسی ہے کہ اپنے والد کی بات نہیں سننی جو اللہ کے نبی ہیں. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ والد نے کہا، بیٹا لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج اللہ جتنا ناراض ہے، جتنا اس نے غضب نازل کرنا ہے، یاد رکھنا کہ اللہ کا یہ غضب آئے تو کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوگی تمہیں، اس نے سنی انسنی کر دی. بس اتنی بات ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں، وحال بینہم الموج، کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لہر آئی اور بیٹے کو اٹھا کے اپنے اندر لے گیا، اور بیٹے کا وجود نظر ہی نہ آیا، کہاں گیا بیٹا، ختم ہو گیا. یہ تھا والد کا کردار، اور ادھر بچے کا معاشرے کے جو بگاڑ تھا معاشرے کے اندر، اس سے اس کا متاثر ہونا. مگر والد والد تھے، اپنے بیٹے کی موت اپنی آنکھ کے سامنے جب دیکھی کہ پانی نے اٹھا کے اس کو اپنے اندر غرق کر دیا ہے،
تو یہ منظر وہ کبھی بھولے نہیں. بڑا دردناک قسم کا منظر تھا ایک بوڑھے والد کے لیے, ایک جوان بیٹا اس کا, اس کے سامنے پانی میں غرق ہو جائے. تو جب سب کچھ ہو گیا, سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی اور یہ عرض کی, یا اللہ ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے خاندان سے تھا, میرے اہل و عیال سے تھا, وان وعدک الحق, اور تیرا ایک وعدہ تھا مجھ سے کہ میں تجھے اور تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا, میرا بیٹا غرق کیوں ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا, اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا معیار بھی اور ہمارا اپنا معیار بھی. اللہ تعالیٰ خونی رشتوں کو تو کہتا باقی رکھو, مگر میرے نزدیک خونی رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں. جس رشتے کی اہمیت ہے اور حیثیت ہے وہ ایک دینی رشتے کی ہے, اگرچہ اپنے اولاد ہی کیوں نہ ہو, وہ اگر باغی ہے دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کی نظر میں باپ سے, اور باپ کا تعلق کوئی نہیں ہے بیٹے سے. اور اسی طرح خاندان کے ساتھ بھی. تو یہ بات کہی گئی مگر اللہ نے پھر جواب یہی دیا, انہ لیس من اہلک. نو ایک بات یاد رکھیے, یہ جو دعا آپ نے کی ہے نا, ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خاندان کا فرد تھا ہی نہیں. یعنی آپ کہتے ہیں میرے خاندان کو میں بچاؤں گا, آپ کے خاندان سے مراد وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے, لیکن جو مسلمان نہ ہو تو آپ کے خاندان کے افراد نہیں ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, وجہ کیا تھی؟ کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک برا انسان تھا. اندر جب اس کے کفر تھا, اپنے باپ کی نبوت کو, اپنے باپ کی نصیحت کی باتوں کو وہ سن نہ سکا, اپنا نہ سکا, قبول نہ کر سکا, تو باقی اس کا جو خارج کا عمل ہے, جو ظاہری عمل ہے لوگوں کے سامنے, وہ بھی کوئی دینی نہیں تھا. کس طرح اس نے منہ پھٹ ہو کے آپ کو جواب دیا, نہیں نہیں میں کشتی میں نہیں آتا, سآوی الی جبل, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا, میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا, میں بڑا سیانہ ہوں, میں بے وقوف نہیں ہوں. تو اس لیے انہ عمل غیر صالح, فلا تسألنی, آئندہ مجھ سے اس قسم کی دعا کر کے سوال نہ کرنا. ما لیس لک بہ علم, جس کے انجام کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. جب اس کا انجام برا ہو چکا تو پھر آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اللہ میرا بیٹا تھا, اس کو تو نے بچانا تھا, غرق کیوں ہوا؟ اب بڑی زبردست بات کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو, اور وہ بات کیا تھی, کپ کپا دینے والی. یہی وہ چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اس سورت کو میں نے جب پڑھا تو اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. وہ کیا بات تھی؟ آخر میں آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انی اعزک ان تکون من الجاہلین. دھیان کرنا, آئندہ یہ سوال نہ کرنا, بیٹے کے بارے میں دعا نہ کرنا, ورنہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تمہارا شمار میں جاہلوں میں نہ کر دوں, ان پڑھ لوگوں میں نہ کر دوں, دین سے ناواقف لوگوں میں نہ کر دوں. تم تو ایک ذمہ دار انسان ہو, اللہ کے نبی ہو, تم نے وہی وصول کی ہے, تم نے پہچانا ہے دین کو, اسلام کو, ایمان کو, پھر اس میں فرق کرنا بھی تم نہیں جانتے, اس لیے آئندہ یہ دعا نہ کرنا. اب یہ اتنی سی بات تھی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بس اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا. اب آپ سوچیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کے دو چچا ابو لہب اور ابو طالب یہ مسلمان نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام نے بڑی کوشش بھی کی, گالیاں ان کی برداشت کی, ابو لہب کی بڑے تانے سنے, بڑی مخالفت برداشت کی, اور دوسری طرف ابو طالب کو آخری سانس تک, آخری وقت تک, ڈیتھ بیڈ پہ تھے وہ, اس وقت تک وہ ان کو جا کے کہتے رہے, اللہ کے چچا صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے, اگر آپ پڑھ لیں تو کل کو میں کم از کم اللہ کے حضور یہ جھگڑا تو کر سکتا ہوں کہ میرے اللہ, میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا, میں اس کا گواہ ہوں. مگر چچا کہتا نہیں, میں عبد المطلب کے دین کو, جو ان کا پرانا مذہب ہے بت پرستی کا, اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے. آپ بڑے غمگین تھے, دکھی تھے, اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے نبی, انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو پسند کریں کہ یہ مسلمان ہو جائے, یہ سیدھی راہ پہ آ جائے, یہ آپ کا کام نہیں ہے,
ولكن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے راہ راست بلائے. لیکن خوف ہوتا تھا، انبیاء کرام کو اپنی ذمہ داری کا بڑا احساس ہوتا تھا، اور یہی احساس تھا جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ پہنچ دیا گیا ہے. یہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہمیں بھی قرآن مجید میں بہنی اسی طرح کہا گیا. دوسرے پارے کے شروع کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے مسلمانوں تمہیں بھی ایک درمیانی امت بنایا ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ کل قیامت کو جب تم اللہ کے حضور آؤ تو دنیا کی دوسری قوموں یا دنیا کے وہ لوگ جو تمہارے دور میں موجود تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے تم گواہی دے سکو کہ ہم واقعی باعمل مسلمان تھے، ہم نے دین کو لیا، ہم نے دین کو آگے پہنچایا، اور وہ انکار نہ کر سکے. یعنی تمہارے جو غیر دینی اس وقت کے لوگ تھے وہ انکار نہ کر سکیں کہ یہ مسلمان نے اپنا دین اپنے پاس رکھا، ہمیں تو یہ خوبی بتائی نہیں، اور یہ عمل کرتا رہا، ہم گمراہی پہ چلے رہے، اس نے خیر ہمیں پہنچائی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم پہ بھی ڈالی ہے کہ اس دین کی جو خوبی ہمیں معلوم ہے، نہ صرف ہم یہ کہ اپنی اصلاح کرتے جائیں، اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائیں، بلکہ اس اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہم کم از کم اس دین کی خوبی سے آگاہ کرتے رہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کرام میں بھی آئی، اور جنہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، دنیا بھر میں چلے گئے، واپس مدینہ یا مکہ میں نہیں پلٹے، وہاں موت آ گئی، لیکن یہ کہ جو دین کی ذمہ داری ہے وہ کم از کم اس ماحول میں جہاں ہم آ گئے ہیں وہاں کم از کم لوگوں تک یہ پہنچاتے رہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہوتے رہے. اس ذمہ داری کا احساس میں سمجھتا ہوں ہم مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بھی بنائے، اور یہ بھی توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو بھی اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو بھی لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن ربي بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميص قد من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله به من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر
يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Salat al-Witr. We'll do one rak'ah only, inshallah, and then no dua in that rak'ah. So straight into sajda after ruku'. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.